بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم راح نبدأ موضوع جديد في مادة Theory of Structure لطلبة كلية الهندسة المرحلة الثالثة قسم الهندسة المدنية في جامعة البصرة، وهو Infamous Lines for Statically Determined Beams أو ما يسمى بخطوط التأثير للعتبات المحددة استاتيكيا. قبل لا نبدأ في تفاصيل هذا الموضوع، خلينا نتعرف على معنى Infamous Line بصورة عامة. طبعا حسب التعريف ما مبين أمامكم، Infamous Line is a diagram showing the change in the values of a particle function, reaction, member axial force, internal shear or bending moment as a unit concentrated load moves across the structure. إذن هو عبارة عن diagram يمثل التغير في دالة معينة. هاي الدالة المعينة قد تكون reaction, member axial force, member shear force أو bending moment. نتيجة ماذا؟ نتيجة تحرك unit concentrated load على طول المنشئ. نتيجة تحرك concentrated load قيمته وحدة واحدة على طول structure. هذا الموضوع طبعا مهم جدا في تصاميم المنشآت المعرضة للأحمال المتحركة كالجسور مثلا أو الرافعات في المنشآت الكبيرة. كيف نجي نرسم هذا الدايجرام؟ طبعا نجي نرسم هذا الدايجرام بواسطة ربط مكان اليونت كونستريد لود في variable راح نسميه X. هذا variable X راح يمثل مكان اليونت كونستريد لود، وبالتالي بتغير قيمة هذا X راح يتغير مكان اليونت كونستريد لود، وبالطريقة الاعتيادية بحساب الرياكشنز الشير فوز دايجرام العفو الشير فوز قيم الشير فوز في نقطة معينة، قيمة البيندنج مومنت في نقطة معينة، نتيجة هذا اليونت لود راح تلقائيا هذه القيم راح ترتبط بمن بمكان اليونت لود اللي يمثل اكس. لذلك سميناها هي عبارة عن بارتيكل فونكشن. ليش؟ يعني احنا اذا اردنا نحسب الرياكشن نتيجة اليونت كونسنتريتد لود راح يدخل تلقائيا مكان اليونت كونسنتريتد لود اللي هو الاكس، وبالتالي راح يكون الرياكشن هو فونكشن اوف اكس. اذا اردنا نحسب الشير فورس في نقطة معينة على طول الستركتشر او البيم، فتلقائيا راح يدخل هذا اليونت كونسنتريتد لود ومكانه اللي يمثل الاكس، وبالتالي الشير فورس راح يكون دال للأكس، وهكذا بالنسبة للبيندينج مومنت. لذلك سميناها فونكشن. ليش فونكشن؟ لأن هي عبارة عن دالة لقيمة معينة نتيجة مكان اليونت كونستريتد لود على طول المنشئ. فيما يخص البينز، احنا راح نتعامل مع الانفيموس لاين لأكيد ما نحتاجه في البينز وهو الرياكشنز، بالإضافة إلى ماذا؟ بالإضافة إلى الشير فورس دايجرام والبيندنج مومنت دايجرام في نقطة معينة نتيجة تحرك هاي اليونت لود أو اليونت كونستريد لود على طول البيم. خل نجي نأخذ هذا السبلي سبورتد بيم على سبيل المثال، ونجي نشرح كيفية حساب أو إنشاء الـ Infamous Line للـ Reactions. إذا أردنا نوجد الـ Infamous Line للـ Reaction RA نتيجة ماذا؟ نتيجة Unit Concentrated Load. هاي القيمة، هذا هو الـ Unit Concentrated Load. Concentrated Load قيمته وحدة واحدة يتحرك على طول البيم AB، على طول البيم الاي بي اللي طول سبانه هو ال. شلون نجي نربط مكان هذا اليونت لود؟ نجي نربط مكان هذا اليونت لود بواسطه هذا الفاريبل اكس. هذا الفاريبل اكس، اذا راح نجي نحسب قيمه الرياكشن نتيجه هذا اللود بتغير المكان مالته، وبالتالي راح نجي نحسب هذا الرياكشن بمكان الواحد نتيجة اللود واحد في المكان X. راح نجي نحسب قيمة الرياكشن نتيجة اللود قيمته واحد في مكان بعد X عن النقطة A. كيف نحسبه؟ بواسطة الإكوليبريم إكويجن أكيد،
وهذه الكوليبريم كواج نتيجة إنه هو هذا الممبر أو البيم في حالة الكوليبريم، فأكيد تطبق عليه معادلات التوازن الثلاثة. إذا أجينا أخذنا سماشن مومنت في نقطة B أكيد راح تساوي لي صفر، فالآر أي في الآل راح شنو تساوي أو ناقص العفو الواحد في آل ماينس إكس، هاي هي المسافة آل ماينس إكس أكيد راح تساوي صفر، معنى منعتها الآر أي راح يساوي لي آل ماينس إكس في آل. جاي لاحظ إنه الآر أي صار هو دالة للإكس، والإكس شنو تمثل؟ تمثل مكان اليونت كونستريتد لود، وبالتالي صار فونكشن للإكس. الآن قيمة الآر أي هي ليست قيمة ثابتة، وإنما قيمة متغيرة بتغير قيمة الإكس، وبالتالي هي متغيرة نتيجة تغير مكان اليونت كونستريتد لود على طول البيم. إذا أجينا رسمنا هاي الدالة هي دالة للإكس، فإذا أجينا رسمنا هاي الدالة فعندما الإكس تساوي صفر فقيمة الآر أي هي واحد، وعندما الإكس تساوي إل فقيمة الآر أي هو صفر. هذا الشكل يمثل الإنفلوس ساين للآر أي، هذا الشكل يمثل الإنفلوس ساين للآر أي أو الرياكشن في نقطة أي. طبعا لو نجي نلاحظ هذا الانفلوس ساين شنو معناه؟ معناه انه عندما تكون قيمة اليونت او مكان اليونت كونستريت لود في النقطة اي راح يكون قيمة الرياكشن بالاي هو واحد، لكن عندما يكون مكان اليونت كونستريت لود في بي راح يكون قيمة الرياكشن في نقطة اي هو صفر. معناها قيمة الرياكشن في نقطة A اللي هو الـ RA تتغير قيمته من واحد إلى صفر عندما يتحرك هذا اليونت لود من الـ A إلى الـ B، وبالتالي قيمته ما راح تكون ثابتة وإنما تعتمد على مكان اليونت لود اللي هو يمثل الـ X. أيضا إذا أجينا نحسب الـ RB شلون نحسبه، فأيضا نتيجة الإكوليبريام فسمويشن أف واي لازم يساوي لي صفر، فمعناها آر أي بلس آر بي ماينس واحد لازم يساوي لي صفر، وقيمة الآر بي راح تساوي إكس أوفر إل. وأيضا جاي لاحظ أنه الآر بي هو دالة للإكس، والإكس هو دالة لمكان اليونت كونستريتد لود. ايضا اذا اجيت رسمت هاي الدالة اللي هو الـ X over L R B تساوي X over L فهو يطلع هذا الشكل، وهذا الشكل يمثل الـ Influence Sign او خط التأثير للـ R B نتيجة الـ Unit Concentrated Load اللي قيمتها واحد وتبعد بمكان X. ايضا اذا جاي لاحظ عندما يكون الـ Unit Load في نقطة A راح يكون قيمة الـ R B هو صفر، لكن عندما يكون اليونت لود في نقطة B يتحرك من A إلى B راح يكون قيمة الـ RB تتحرك خطيا قيمته إلى أن تصل إلى قيمة واحد. معناها أكبر قيمة للرياكشن تكون عندما يكون اللود في مكان الرياكشن، مثل ما هاي الحالة بالـ RA ومثل ما هاي الحالة في الـ RB. لازم نتأكد انه دائما في حساباتنا لازم تكون اللي نريد نحسبه كرياكشن بهاي الحالة كشير فورس كبيدج مومنت لازم يكون دالة للإكس، لذلك نسميها بارتيكل فونكشن، ولازم يكون الإكس يا اما للصفر لازم او يكون ما موجود او للإكس الأس واحد، ما ممكن يكون للأس اثنين العفو، لازم يكون للأس واحد أو للأس صفر. ليش؟ لأن لو صار للأس اثنين انتفت المسمى الرئيسي اللي هو الانفلوس لاين. ليش؟ لأن إذا كان الأس اثنين راح يكون كيرف وبالتالي ما راح يكون لاين. لذلك دائما في حساباتنا إذا ردنا نحسب رياكشن ردنا نحسب شير فورس بيندينج مومنت لازم يكون النتيجة هي دالة للإكس من الدرجة الأولى أو الإكس ما موجود.
لازم يكون دالة من الدرجة الأولى أو الأكس ما موجود، لأن إذا كان من الدرجة الأولى راح يكون هو عبارة عن خط مائل، وإذا كان من الأكس ما موجود معناه هو خط أفقي. إذن لازم تكون نتيجة حساباتنا لإيجاد الألفا ساين هو أكس من الدرجة الأولى أو من الدرجة صفر. على أساس ذلك تكون مخططات الألفا ساين هي عبارة عن خطوط فقط، ما ممكن تكون من الدرجة الثانية. ليش؟ لأن تنتفي تسمية الإنفلوس كإنفلساين من الدرجة الثانية، يعني كير. واضح؟ الآن شغلة مهمة يجب أن ننتبه لها في حساب الرياكشنز. الآن حسبنا قيمة الار اي وحسبنا قيمة الار بي. في حالة جمع الار اي والار بي في اي مكان لليونت لود، لازم يكون قيمة الار اي زائد الار بي تساوي واحد. يعني لو اجينا خلينا هاي اليونت لود في المنتصف، في المنتصف معناها الاكس شنو صارت؟ صارت قيمتها عبارة عن L over 2. إذا قيمة X L over 2 L over 2، بالتالي الـ RA راح تكون مكان الـ X L over 2 راح تكون قيمة الـ RA تساوي نص. إذا أجينا خلينا الـ RB الـ X L over 2 قيمة الـ RB أيضا تساوي نص. وبالتالي إذا صارت الـ unit constraint load في منتصف السبان قيمة الـ RA وتساوي قيمة الـ RB وتساوي نص، وبالتالي يتحقق التوازن العمودي. إذا أجينا هسه الآن حسبنا قيمة الـ RA هنا هي قيمتها نص، وقيمة الـ RB هي قيمتها نص. إذا خلينا في مكان آخر، لازم مجموع قيمة الـ RA زاد الـ RB لازم تساوي واحد. بالتالي لو أجينا خلينا في الـ A قيمة الـ RA واحد لكن قيمة الـ RB صفر، والمجموع يبقى واحد. إذا أجينا خليناها في البي راح تكون قيمة الار بي واحد وقيمة الار اي صفر، وأيضا المجموع يساوي واحد. معناها أنه هذا الدايجرام زائد هذا الدايجرام في أي نقطة معينة لازم يساوي واحد. على مود شنو يتحقق؟ يتحقق شرط الإكوليبريوم في الاتجاه العمودي اللي هو ار اي بلس ار بي لازم يساوي واحد. هذا فيما يخص الرياكشنز. الآن إذا أجينا انتقلنا لكيفية رسم الانفلونس ساين للشير فورس دايجرام أو العفو للشير فورس والبيندنج مومنت في قطع معين، لأن احنا دائما نحسب الشير فورس والبيندنج مومنت في نقطة معينة. إذا شلون نحسبها في نقطة معينة؟ نقطع في هذه النقطة الجسر أو البيم، وبالتالي نحسب الانترنال فورس، يعني الشير فورس والبيندنج مومنت هي عبارة عن انترنال فورس. الآن لو فرضنا إن هو راح نقطع مثل هذا في نقطة C، هاي النقطة C راح نجي نريد نعرف إيش قد الشير فورس وإيش قد البيندنج مومنت عندما هاي اليونت لود تتحرك من A إلى B. أكيد عندما تتحرك قيمة اليونت لود من A إلى B، قيمة الشير فورس والبيندنج مومنت في نقطة C راح تكون متغيرة تبعا لتغير مكان اليونت لود. شلون راح نجي نحسبها؟ راح نجي نخذ قطع في نقطة C، هذا القطع في نقطة C. من راح اجي اقطع؟ راح يصير يظهر عندي الانترنال فورسز اللي هي الشير فورس V sub C والبيندنج مومنت اللي هو M sub C. الان راح يصير عندي احتمالين. الاحتمال الاول انه مكان اليونت لود هو قبل القطع، معناها شنو؟ اليونت لود يتحرك من بداية البيم إلى ما قبل القطع، وبالتالي قيمة الأكس راح تكون قيمتها أكبر أو يساوي صفر وأصغر أو يساوي L على 4. الاحتمال الآخر أنه اليونت لود تعبر القطع، وبالتالي راح تتحرك من نقطة C إلى نقطة B اللي هي نهاية البيم، وبالتالي قيمة الأكس راح تكون قيمتها من أكبر من L على 4 وأصغر أو تساوي ال L. إذن أنا عندي احتمالين، راح تكون في اليونت لود تتحرك مرة قبل القطع ومرة تتحرك بعد القطع. عندما تكون قبل القطع أكيد ال X راح تكون قيمتها أكبر أو يساوي صفر وأصغر أو يساوي أو أصغر العفو من L على 4، وعندما تعبر القطع راح تكون قيمتها أكبر من L على 4 وأصغر من أو يساوي ال L.
وبالتالي احنا ايش راح نسوي؟ راح نجي نحسب البيندنج مومنت والشير فورس للحالتين، وعلى هذا الاساس راح تطلع لي فونكشن للشير فورس عندما تكون اليونت لود قبل القطع، وفونكشن اخرى للشير فورس عندما تكون اليونت لود بعد القطع. ونفس الحاله بالنسبه للمومنت، راح يكون اكو داله للمومنت بدلاله مكان اليونت لود عندما يكون اليونت لود قبل القطع تشتغل من اكس 0 الى اكس على 4، وداله اخرى للمومنت عندما اليونت لود تعبر القطع وتشتغل من اكس ال على 4 الى اكس تساوي او اصغر من ال. خلنا ناخذ الفيجر رقم 1 ونعتبر انه هو اليونت لود قبل القطع، ونيجي نحسب قيمة الشير فورس في النقطة أو في المقطع C. إذا أجينا نحسب الشير فورس فناخذ توازن لهاي القطعة، ومن التوازن لهاي القطعة نعرف إنه هو RA شو يساوي، أو العفو RA ماينس 1 ماينس الـ V sub C أكيد راح يساوي صفر، وبالتالي الـ V sub C هي شنو تساوي؟ RA ناقص 1. الـ V sub C تساوي الـ RA ناقص 1، وإذا أجيت وضعت قيمة الـ RA هو L minus X over L مثل ما مساء حسبناها، فأكيد الـ V sub C إيش راح يطلع لي؟ minus X over L. معناها شنو؟ معناها الشير في القطع C راح يتغير قيمته عندما يتغير اليونت لود من صفر، مكان اليونت لود العفو من صفر إلى L على 4. إذن هو أيضا دال للإكس، وأيضا لازم أتحقق أنه الإكس من الدرجة الأولى أو ما موجود، على مود يكون هو النتيجة هي خط وليس كير. إذا ردت بصورة أسهل حساب الشير فورس في المكان C أو القطع C، أجي أخذ القطع الآخر اللي هو الجزء الآخر من القطع اللي هو الأيمن، وبالتالي بما أنه ماكو لود فأكيد الـ V sub C تساوي سالب الـ RB العفو، V sub C تساوي سالب الـ RB وتساوي أكيد سالب X over L مثل ما مساء حسبناها. إذا عبر القطع اليونت لود عبرت القطع، فأكيد الـ V sub C راح الدالة مالتها تختلف عن هاي الدالة. شلون نجي نحسبها؟ نجي نحسبها يا أما ناخذ هذا الجزء اللي هو يسار القطع، أو ناخذ هذا الجزء اللي هو يمين القطع. إذا أجينا أخذنا يسار القطع، فأكيد الـ V sub C تساوي سالب الـ RA أو تساوي العفو الـ RA، وبالتالي تساوي L over X over L، L minus X العفو over L. إذا أجينا أخذنا يمين القطع، فالـ V sub C هي بالحقيقة شرح تساوي؟ تساوي 1 minus الـ RB، تساوي 1 minus الـ RB وتساوي أيضا L minus X over L. الآن جاي ألاحظ أنه قيمة الـ V sub C عندما يكون اليونت لود يتحرك من قيمة صفر إلى L على 4 هي هاي الدالة مالتها، سالب X over L. لكن عندما يتحرك اليونت لود من L على 4 إلى L راح تكون الدالة مالتها L minus X over L. أجي أرسم هاي الدالتين، هاي تشتغل لإكس أكبر أو يساوي صفر وإكس أقل من L على 4، وهاي الدالة تشتغل لL أكبر من L على 4 وأصغر أو تساوي L. من أجي أرسمها راح يطلع هذا الشكل. هذا الشكل يمثل الانفلونس لاين المين للشير فورس في نقطة C. الانفلونس لاين للشير فورس في نقطة C شنو يمثل هذا الشكل؟ يمثل انه عندما يكون اليونت كونستريتد لود في نقطة A، قيمة الشير في C تساوي صفر. عندما يتحرك اليونت لود من A إلى C، تتحرك قيمة الشير فورس في C من صفر إلى سالب 0.25. عندما يتحرك اليونت لود من A إلى C، تنتقل قيمة الشير فورس من صفر إلى سالب 0.25. عندما يكون اليونت كونستريتد لود في نقطة C، راح تحدث قفزة من سالب 0.25 إلى 0.75 في قيمة الشير فورس في C.
عندما يصل اليونت لود في نقطة سي راح تحدث قفزة في قيمة الشير في نقطة سي وتكون قيمتها واحد اللي هي سالب 0.25 بلس 0.75 فأكيد القيمة راح تكون واحد. الآن عندما يتحرك اليونت لود من قيمة سي إلى قيمة بي راح تتناقص قيمة الشير فورس في نقطة سي من 0.75 إلى حاجز الصفر حسب هاي الدالة. وبالتالي هذا يمثل الانفلونس ساين للشير فورس في نقطة سي. هذا يمثل الانفلونس ساين للشير فورس في نقطة سي نتيجة تحرك يونت كونستريتد لود من نقطة اي الى نقطة بي. الان لو نرجع نريد نحسب البيندنج مومنت في نقطة سي شلون راح نحسبها؟ فعندما يكون اللود او اليونت لود يتحرك في مكان قبل القطع معناه قيمة الاكس اكبر ويساوي صفر وال على اربعة ماكسيمم للقيمة الها راح يكون الام في السي شو يساوي لي؟ يساوي لي الـ RA في L على 4 ناقص 1 في L على 4 ماينس X اللي هي هاي المسافة. هاي المسافة تمثل L على 4 ماينس X. إذا المومنت راح يساوي لي شنو؟ راح يساوي لي الـ RB العفو الـ RA في L على 4 ماينس واحد في L على أربعة ناقص X. وبالتالي أجي أحسب الـ MC أو بصورة سريعة الـ MC إذا أجي أخذ هذا القطع فهو بالحقيقة شو يساوي لي؟ يساوي لي الـ RB في 3 L على أربعة. وإذا أجيت ألاحظ قيمة الـ M راح تكون قيمته 3 X على أربعة. 3 X على أربعة. وأيضا قيمة الـ MC هي دالة للأكس من الدرجة الأولى وهاي الدالة تشتغل فقط عندما الأكس قيمته أكبر أو يساوي صفر وأصغر من الأل على أربعة. إذا أجيت أخذ اللود بعد القطع معناها قيمة الأكس هي أكبر من الأل على أربعة وأصغر من الأل. فبالتالي المومنت شو راح تكون قيمته في القطع سي؟ راح تكون قيمته يا اما الـ RA في L على 4 يا اما الـ RE الـ RA في L على 4 عندما اخذ الجزء الايسر من القطع او تساوي قيمته الـ RB في 3 L على 4 ناقصا ماذا؟ ناقصا 1 في الـ X minus L على 4. هاي المسافة تمثل X minus L على 4. إذن يا أما أخذ هذا الجزء اللي يساوي لي الـ RA في L على 4 هذا المومنت في C عندما الواحد تنتقل للقطع يا أما أخذ هذا الجزء. وبالتالي القيمة راح تكون هي عبارة عن L minus X over 4. L minus X over 4. الآن لو أجي لاحظ المومنت في النقطة C راح يكون قيمته متغيرة حسب مكان اليونت كونستريتد لود عندما يتحرك من اي الى سي تكون هاي المعادلة هي الحاكمة وعندما يتحرك من سي الى بي تكون هاي المعادلة هي الحاكمة. وبالتالي اذا ارسمهن هاي المعادلتين او هاي الدالتين ارسمهن راح يكون هذا هو الشكل يمثل الانفلونس ساين للبيندنج مومنت في النقطة سي نتيجة تحرك اليونت كونستريتد لود من اي الى بي. هسه لو نجي نراجع هذا الشكل معناه شنو؟ معناه عندما يكون اللود في نقطة اي راح يكون البيندنج مومنت في نقطة سي قيمته صفر. عندما يتحرك اليونت لود العفو من اي الى سي راح المومنت او البيندنج مومنت في السي يتزايد تدريجيا من صفر الى اكبر قيمة اليه اللي هو 3 L على 16. 3 L على 16 عندما يتحرك اليونت كونستريتد لود من نقطة A إلى نقطة C
عندما يتحرك اليونت كوست ريتد لود من نقطة A إلى نقطة C، قيمة البيندنج مومنت راح تزداد من صفر إلى أكبر قيمة إلها اللي هي 3L على 16، والمعادلة أو الدالة الحاكمة هي 3X على 4. عندما ينتقل اليونت لود بعد السي ويتحرك من سي إلى البي، راح تكون المعادلة الحاكمة هي L minus X على 4، وتكون قيمته من 3L إلى 16 إلى 0. وبالتالي الآن عندما يكون اليونت لود في الـ A، قيمة المومنت في الـ C صفر. عندما يكون المومنت لود العفو اليونت لود في الـ C، تكون أكبر قيمة للمومنت بيندينج مومنت في الـ C وقيمة 3L على 16. عندما ينتقل اليونت لود للـ B، راح يرجع قيمة البيندينج مومنت في الـ C إلى الصفر، وهذا يمثل الانفلوس ساين للبيندنج مومنت في نقطة سي لهذه العتبة. بهكذا تعلمنا طريقة رسم الانفلوس ساين للرياكشنز، شير فورس وبيندنج مومنت لسيبلي سبورتد بيم في نقطة معينة. وإن شاء الله بالمحاضرة القادمة راح ناخذ تطبيقات على هذا الموضوع. شكراً.